معنا من الجزائر الصحفي علي بوخلاف. أهلا بك سيد علي، معي على سكاي نيوز عربية. إذا سيد علي، تم إطفاء صباح النور، تم إطفاء معظم هذه الحرائق، ما الوضع الآن؟ كيف ينعكس ذلك على هذه الولايات المهمة وعلى مشاعر الجزائريين التي كانت جياشة بعد كثير من القتلى عبر هذه الحرائق؟ الأخبار الأخيرة تقول بأن تم السيطرة على تقريبا أغلب بؤر النيران ما عدا 10 حرائق لا تمثل خطرا حول السكان أو التجمعات السكانية حول حسب المديرية العامة للحماية المدنية، وهذا خبر مفرح لأن عشنا الجحيم كما شاهدتم منذ تقريبا أسبوع، وبالتالي ربما هو اليوم الأول بدون نيران كثيفة رغم أن الحذر موجود لأن هناك مصالح الأرصاد الجوية أعلنت أن هناك موجة حر جديدة تبدأ من نصف نهار اليوم وتستمر لعدة ساعات، وبالتالي لا يستبعد أن تكون فيه نيران أخرى خاصة في المدن الغربية أين لحد الآن الحمد لله لم تمسها هذه النيران. اليوم بعد إطفاء النيران ربما سيبدأ الجرد للخسائر البشرية والمادية التي نالت المواطنين خاصة في المناطق المتضررة جدا، ولاية تيزي وزو بجاية. طيب. جيجل سوكيكدا سيد علي، أن في طرف هناك خسائر أكثر في هذا صحيح من ناحية المعلومات، لكن تحليليا سيد علي أنا أول مرة أرى حرائق تذهب إلى حتى أبعاد سياسية وأبعاد يعني مختلفة. الرئيس الجزائري يتحدث عن شبكات منظمات إجرامية، تحدث عن حرائق بفعل فاعل، كان هناك عجز كبير، حتى قال الدول الأوروبية لا تريد أن لا تستجيب لمدنا إلى طائرات لإطفاء هذه الحرائق. إلى أي مدى هذه المسألة أخذت بعدا سياسيا كبيرا في الجزائر؟ هناك جدل كبير في وسائل التواصل الاجتماعي وحتى في الأوساط السياسية حول المسؤولين الذين كانوا وراء هذه النيران، لأن كل المختصين، وقرأت البارحة مثلا أن مختصة فرنسية في المجتمع الجزائري تقول بأن لا يمكن أن تكون هذه البؤر تشتعل في وقت واحد وبهذه الكثافة هذه الشساعة الجغرافية في وقت واحد وأونة واحدة، وبالتالي هذا هو الذي يطرح التساؤلات كثيرا، خاصة وأن هناك زيادة إلى الحرائق، هناك أيضا ظهور هذه البعد السياسي سيد علي، يعني هذه مسألة جنائية أطراف سياسي صحيح، لكن نعم. البعد السياسي إلى أي مدى تفاعل مع هذه المسألة؟ لماذا تفاعل معها؟ البائن اليوم هو أن كل الأحزاب السياسية وحتى المعارضين لا ينتقدون بطريقة مباشرة السلطة في هذا الموضوع، رغم أن الانتقاد كان حول الإمكانيات الموضعة، لكن من الناحية السياسية لا أحد يتجرأ اليوم لكي يقول من كان وراء هذه العمليات، رغم أن هناك إلحاح أو تلميح من طرف السلطة لربما التي تتهم منظمتين وهي منظمة الإسلامية رشاد والمنظمة الانفصالية أو الاستقلالية في منطقة قبائل، اللتان وجهت ربما نحوهما هذه الاتهامات، أما الأطراف الأخرى لم تحدد أي مسؤولية لحد الآن لا سياسية ولا جنائية. طيب. ولا أكثر من ذلك. المعلوم هو أن هناك شيء جهة وراء هذه وأغلب هذه الحرائق على الأقل. إلقاء اللائمة دائما كان سيناريو موجود في الجزائر خلال الأيام الماضية، لكن الواضح كان سيد علي قلة الإمكانيات وتواضعها أمام هذه الحرائق. هل كانت مفاجئة للجيش، للقوات الأمنية، للدفاع المدني، أم أنه فعلا يعني بدأت التحليلات أو التدقيقات بأنهم لا يوجد إمكانيات في الجزائر لمثل هذه الحرائق؟ وحتى عبد المجيد تبون نفسه في الخطاب الأخير اعترف بأن الدولة لم تكن تملك
ربما الإمكانيات الكافية لمواجهة العدد الهائل من الحرائق. في تقليديا الجزائر لا تملك الإمكانيات الحديثة لمواجهة الحرائق ما عدا مروح حوامات للجيش وحوامتين فقط للحماية المدنية والإمكانيات الأرضية، لكن لا تملك مثلا طائرات خاصة لم تقتنيها منذ سنوات. السلطات تقول بأن هذه لا تجدي في المناطق الغابية، لكن رغم هذه القلة هناك ربما العدد الهائل للحرائق الذي صعب المأمورية للسلطات التي لم ربما تستطع أن تكون في كل المناطق. هذا ما أعطى انطباع لدى الساكنة بأنها كانت ربما أنستها السلطات، لكن الحقيقة هي أن الحماية المدنية والجيش ربما لم يكونوا باستطاعتهم التواجد في كل هذه المناطق، خاصة وأن في بعض المناطق كانت مناطق جبلية صعبة المسلك، وبالتالي ربما الحرائق كانت أكبر من الإمكانيات التي وفرتها طيب. الدولة رغم النية ربما التي شاهدناها من طرف المسؤولين. من الجزائر الصحفي السيد علي أبو خلاف، شكرا جزيلا لك.